في هذا الملف وأنهت موضوع المكافآت تماما. طبعا فحصته بدقة شديدة بدءا من من تسلم والقيمة، في فلوس منها اتغيرت، طب اتغيرت تم تحويلها ازاي، بداخل الجهاز المصرفي ولا خارجه، لدرجة ان مش عارف في حد من الاداريين حاجة فيها 500 جنيه اللجنة طلعت ملحوظة عليها ان واحد جاب شاي وقهوة من اداري الفريق قال له لا المفروض ان المبلغ دوت ما يدخلش في البند ده. يعني بوريك مدى الدقه الذي اتسم بها عمل هذه اللجنه، حتى ما تم توجيهه للعمال طبعا كله. غلق ملف المكافئات، الجهات الرقابيه اطمأنت اليه وقالت فيها قول حاسم وبات. طبعا انا بدي اخلي بال حضرتك بقى اللي احنا بنحكيه دوت مكافاه بطوله الدوري ده بند من ضمن مثلا اكتر من 20 بند نيابه الاموال العامه كلفت اللجنه بفحصهم. طيب اذا هذا الملف اعتقد واضح كل الوضوح. البند الثاني فيما يتعلق بالاموال اللي دخلت خزينه النادي الاهلي، اولها ما تحصل عليه او استلمه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي قيمته وهو وقع عليه إيصال أمانة، وأعتقد كان محل بلاغ قدم أو قدمت فيه عدة بلاغات. نعم. إيه القصة بالظبط؟ ببساطة شديدة المستشار تركي آنذاك رئيس شرف النادي. أيوه. النادي الأهلي كان عنده 4 أو 5 لاعبين تم إعارتهم لأندية سعودية، أذكر منهم أحمد الشيخ، عماد متعب، حسين السيد، وفي 2 ومنهم وصالح جمعة وعمر بركات، دول 5 لعيبة. الخمس لعيبة دول راحوا إعارات لأندية سعودية. النادي الأهلي وقع عقود مع هذه الأندية السعودية. النادي الأهلي له مستحقات اسمها مستحقات إعارة هؤلاء اللاعبين. المفروض أن النادي الأهلي يتقاضى قيمة هذه الإعارات من الأندية السعودية. السيد المستشار تركي الشيخ بصفته رئيس هيئة الرياضة العربية آنذاك هو سدد هذه المبالغ المستحقة على الأندية السعودية للنادي الأهلي، وبالتالي هذه المبالغ تم تسديدها نيابة عن الأندية السعودية. إذن هي مستحقات للأهلي وليست تبرعات. أيوة. جزء منها الرقم ده لأني في رقم منه كان مرتبط بعقد اللاعب عماد متعب. عماد متعب عقده مع النادي الذي تم عرضه إليه كان 300,000 دولار، وكان في ترضية من المستشار تركي الشيخ 300,000 دولار أخرى وجه العميد محمد مرجان وهو بيسلمه هذا الرقم. محمد مرجان أصر أنه يكتب إيصال، كتب إيصال واستلم هذا المبلغ مساء، بعد ساعات تم توريد هذا المبلغ للبنك وظهر في دفاتر الشطب وظهر في حسابات النادي، ومبلغ الطردية اللي هو قال له وجهه لعماد متعب جاب عماد متعب وسلمه 300,000 دولار كطردية بره العقد، ومضى ايصال بذلك، ونيابه الاموال العامه فحصت كل هذه التفاصيل بدقه، وتحريات الرقابه الاداريه قالت ان محمد مرجان ما عندوش سمه مخالفه ولم يتعدى على المال العام بشكل واضح وصريح، ومساله ما تستحقش كل الكلام اللي بيصار حولها. طيب البلاغات اللي قدمت في هذه الواقعه تحديدا رقم كبير من البلاغات مش كده؟ نعم. جهات التحقيق اللي اشتغلت فيها مين؟ بداية الأحداث ديت النادي الأهلي أولاً إحنا عندنا أكثر من جهة رقابية، مفرق بين الجهة الرقابية وبين جهات التحقيق القضائي. الجهات الرقابية اللي فحصت هذا الأمر بمجرد حدوث مشكلة ما كابتن محمود الخطيب خاطب وزارة الشباب والرياضة أنها تيجي تفتش وتبحث هذا الأمر، وانتهت وزارة الشباب والرياضة إلى سلامة كل الإجراءات وموقف النادي الأهلي. ايضا انا عندي الجهاز المركزي بيراقب على كل هذه التفاصيل، جهاز المركزي للمحاسبات لم يبدي سمه ملحوظه على الاداء المالي للنادي الاهلي في هذا الشان. ايضا انا عندي جمعيه عموميه، كل التفاصيل اللي انا بحكيها دي في الامور الماليه تم ادراجها في الجمعيه العموميه وعرضت على اعضاء الجمعيه العموميه. واخيرا بقى نيابة الأموال العامة العليا وهي أعلى نيابة في مصر متخصصة في هذا الشأن. نيابة الأموال العامة العليا بمجرد تقديم البلاغ ليها استدعت المبلغين وقالت لهم هاتوا قدموا مستنداتكم، ثم أمرت بتشكيل لجنة خماسية على أعلى مستوى من خبراء وزارة العدل قسم أو إدارة
الكسب غير المشروع، إدارة الكسب غير المشروع أو خبراء الكسب غير المشروع في قطاع خبراء وزارة العدل هم أعلى مستوى من حيث الفنية، من حيث الدقة، من حيث كل التفاصيل. هذه اللجنة استمر عملها تقريبا حتى انتهت من تقريرها فترة تقارب السنة، انتقلت للنادي الأهلي واطلعت على الدفاتر وعلى الحسابات وعلى التفاصيل وعلى الحسابات البنكية حوالي 4 أو 5 جلسات دون أن يشعر أحد ودون أن يتسرب أي خبر، لأن برضو احنا عندنا مبدأ إن طالما هناك وأمور منظورة ومعروضة أمام جهات قضائية نحن نحترم هذه الجهات القضائية، ولا بيخرج خبر بالسل عشان حتى لا يؤثر على التحقيقات سلبا أم إيجابا. يعني ده جزء من التفاصيل اللي تمت. كنت حضرتك الممثل القانوني للأهلي؟ نعم، في هذه القضية أنا الممثل القانوني للأهلي طبعا برفقة زملائي والإدارة القانونية أيضا أستاذ محمد فتحي في الأهلي، يعني كنا تيم وورك بس أنا اللي بأخوده. تمام. اشتغلت هذه اللجنة المسؤولة في تدقيق ومراجعة كل هذه الأوراق، هذه القيمة دخلت حسابات النادي؟ ده القيمة اللي احنا بنتكلم مثلا في موضوع المبلغ اللي تسلمه محمد مرجان. أي. وبعدين اما محمد مرجان ده مدير عام النادي او مدير التنفيذي للنادي، والمبلغ دوت او الرقم ده ما كانش تبرع للاهلي. ده تقريبا 70% منه مستحقات للاهلي والباقي اصبح تبرع. فالمشكلة ان مدير عام النادي ده جزء من مسؤوليته ان هو يحافظ على النادي وعلى اموال النادي، فمسألة ما تستحقش الرغي الكتير اللي حصل فيها الا اذا كان اثارت هذه الامور بسوء قصد. بسوء لان قصد. طبعا جانب كبير من هذه البلاغات تقدم بحق، بمعنى ان شاف اوراق إن كتير قوي المستشار تركي من خلال محاميه هو ما ما, ما ما قالش حاجة، قال انا تبرعت بارقام كذا وكذا وكذا وذكر رقم. العبرة مش المذكور ايه، العبرة بالواقع ايه وما تسفر عنه التحقيقات، وما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة اللي بتشتغل بشكل حرفي جدا جدا ومهني ودقيق. بلاغ المستشار تركي آل الشيخ كان في مش 7 أو 8 ورقات يعني كالمعتاد، اما في بلاغات اخرى مش عايز اقول ان كان فيها اساءة قصد، لا تم اتخاذ بلاغات اخرى مش بقصد إظهار الحقيقة، لا بقصد التشهير والإساءة.